بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكهف سبحان الله العظيم نزلنا مع الفوهة حقته تضحي لنا أشياء لا تخطر على البال على عدة مداخل مثل ما تلاحظون الآن. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوف 1 2 3 4 خلونا نستمر. ما تصدقون، ما أنت راح تصدق اللي أنت تشوفه هنا، ما راح تصدق. هذا أنا أول مرة أدخل هذا المكان، والله العظيم إني ما لاحظت على كثر الكوف اللي دخلت بهذا الكهف بهذا الشكل. شوف 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 شوف، سبحانك ربي ما أعظمك، لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة. هذا كله يتفرع من المدخل الكهف، سبحانك ربي ما أعظمك. شوف شوف، هذا قبل قلنا 4، هذا الفرع الخامس، شايف؟ بسم الله. خلينا نشوف هل هو الاستمرار. حاول بس اني ما ابغى اتعمق زياده. شوف 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 شوف، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شايف شكله داير يرجع. اوه سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. اوه خطير خطير. ابرجع والله، ابرجع وبعدين اغطيه، ابرجع واغطيه. هذا انغطى مقطع الحال، لكن بعدد لكم كم فرع. احنا بالفرع الخامس الان. بسم الله قوة الا بالله. بسم الله، شايف؟ سلامتي على الله ثم على الخوذة. سمعت صقعت نزل كيف من هنا صقع براسي. شايف كيف؟ سبحان الله العظيم، هذا جمال الكهوف، بقايا الماء على سطح الكهف نزل على قطرات. احنا قلنا بالفرع الخامس، بس بشوف لكم كم فرع. انا اتوقع ان هي اقل شيء 10 فروع لحد الان. احنا بالفرع الخامس صح؟ خليني اخرج، رغم ان هذا ترى انتهى للامانه عشان واحد يكون صادق. هذا لف، اخذ لفه كامله وانتهى. شوفوا شوفوا الفرع، احنا بالفرع الخامس طلعنا من المخرج. ها شايف هذا؟ هذا عجيب. شوف احنا الحين بالخامس، الان نبي ندخل السادس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. شايف هذا مدخل السادس، يعني فروع 6. هذا احنا الحين بالفرع السادس، شايف؟ بسم الله، هذا السادس. هذا مكان جلسه جلسه حب اقلك. شوف شوف شوف، تخيل تخيل، هذا منتجع سياحي، تدخل على فروع بهذا الشكل على منتجع سياحي. شوف هذا السادس، هذا السابع، هذا السابع، هذا السابع. شايف؟ تخيل تكون هذه الأماكن مجهزة للجلسات، تدخل كهف توزع بهذا الشكل للجلسات. ها شايف هذا الثامن، هذا الثامن هنا. أنا ضيعت حتى أصحابي. يا عيال يلا يلا وصلنا. شوف 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 شوف، بس عشان هذا التاسع أظن، أنا أعتقد شفت مدخل من هنا. خلينا نشوفه هنا، كفاية مدخل. تعال تعال عاشر هنا. شايف؟ دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. أنا شايف